السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. ما نقدرش ننكر ان لون وشكل بشره الانسان من اكتر العلامات اللي بتبين سنه وبتبين كمان حالته الصحيه. يعني لما بيكون حد تعبان بنقول له انت مالك لونك بهتان كده ليه، صح؟ بخلاف طبعا لما بيكون لونه وردي ونضر كده وزي الفل فبنقول له انت صحتك حلوه، صح؟ لما يكون وشه فيه حمار. برضه بالظبط السن، لما بيكون حد البشره بتاعته ناعمه بيبقى باين ان هو سنه لسه صغير في مرحله بقى الطفوله الشباب، بخلاف ما تلاقي الجلد بقى مكرمش فده بيبين ان هو كبير في السن. احنا طبعا هنا ما قلبناهاش برنامج طبي ولا هنا بنشرح في الجلد، ولكن انا حابب اوصل لكم فكره ان العربيات زينا بالظبط. لما بيكون الدهان الخارجي بتاعها بتاع الصاج او البويه الخارجيه بتاعتها فيها لمعه ومحتفظه بلونها بتبين حالتها الصحيه او حاله السياره اجمالا، حالتها كويسه، بتبان لك ان العربيه لسه جديده مش متهانه مش قديمه. بخلاف طبعا لما تلاقي البويه بتاعتها بقى مكلحه والشمس اكلاها ومجربه واللون بتاعها رايح، كل دي علامات بتبين ان هي سنها كبير وان كمان حالة الصحيه بتاعتها مش حلوه وان صاحبها مش مهتم بيها. وزي بالظبط ما في منتجات بتحافظ على بشره الانسان لاطول فتره ممكنه نضره وطريه وبتلمع وبدون تجاعيد، في برضه منتجات للعنايه ببشره السياره. اهم المنتجات دي هي النانو، طبقه النانو اللي بتتحط للمفروض ان هي بتنعم الملمس بتاع الدهان الخارجي للسياره او الطبقه الخارجيه من دهان السياره، فبتخلي الاتربه والاوساخ ما تمسكش عليه زي الاول، وكمان بتدي له لمعه وبتدي له شكل افضل وبتحافظ على صحه الدهان لاطول فتره ممكنه. ده النانو، وجربناه قبل كده اكتر من مره من اكتر من شركه وشفنا ان هو منتج جيد، ولكن كانت مشكلته الاساسيه معاكم هو ارتفاع ثمنه. لذلك النهارده هنتفرج مع بعض على منتج نانو وهتنفذه بايدك، ودي من ضمن الحاجات الجميله. انا عن نفسي بحب اعمل الرعايه بتاعت سيارته بايدي او الصيانه بتاعتها بايدي، ففي ناس كتير زيي بتحب ان هي تنفذ بايديها. النهارده باذن الله هنتفرج على منتج جديد من شركه ايدل اتوم. المنتج ده المفروض ان هو نانو وبدرجه صلابه نانو سيراميك وبدرجه صلابه اتش 10. المنتج ده يا جماعه المفروض ان الشركه بتقول ان هو بيخلي لمعه السياره افضل، بيحافظ على العمومه اكتر، كمان المفروض ان هو بيعمل حاجه جميله قوي ان بيخلي الاوساخ ما تمسكش على العربيه بحيث ان انت ما تضطرش ان انت تغسلها كتير فتبدا ان انت تبوظ البويه بتاعتها. السؤال هنا بقى، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في حلقتنا النهارده. الفكره هنا بقى في حلقتنا ان هي هتتقسم لنصين. النص الاولاني اللي احنا هنتفرج فيه على طريقه التنفيذ على العربيه، وهقفل على كده وهعرض العربيه دي يومين ثلاثه، قاسم الكبوت بتاعي او غطاء المحرك هقسمه نصين، نص هنعمل عليه المنتج، نص هننفذ عليه المنتج، والنص الثاني هنسيبه زي ما هو، ونمشي على كده يومين ثلاثه بالعربيه، ونرجع تاني نكمل الحلقه بتاعتنا تصوير ونبدا نشوف هل في فرق فعلا. يعني هل في هنا ما مسكش اوساخ كتير والجنب اللي ما اتعملش فيه اوساخ اكتر؟ هل لما هاجي اغسله الاقي فعلا الجنب اللي معمول او معالج بالنانو بيوقع الاوساخ بتاعته بسرعه مش محتاج مجهود اكتر في الغسيل، والجنب التاني فيه فرق في الغسيل بتاعه ومتعب اكتر؟ كل ده بقى هنشوفه باذن الله في حلقتنا النهارده. احنا طبعا جربنا منتجات شركه ايدل اتوم قبل كده مرتين، مره في المنتج اللي كان بيلمع الفوانيس او المصابيح الاماميه بيعالج الزجاج بتاعها اللي بيبقى لونه غير او اصفر او بقى مش واضح مش كريستالي، فاحنا شفنا المنتج وكان جيد وكان بيلمع الفوانيس وجربناه قبل كده، وكمان شفناهم مره تانية واحنا بنطبق المنتج بتاعهم على التابلو بتاع السياره على داخل صالون السياره، وشفنا برضو المنتج بتاعهم انه جيد. وتقريبا دلوقتي بقى لنا تقريبا سنه بعد ما استخدمنا المنتج بتاعهم على صالون السياره عندي، وزي ما انتم شايفين الصالون مازال بحاله جيده، ما فيش فيه مشاكل، ما قشرش، ما عملش اي حاجه، ما عملش مشاكل. لذلك المنتجات بتاعتهم احنا مجربينها قبل كده ومنتجات جيده، وهي الشركه دي محتاجه موزعين في اماكن كتير، فطبعا هسيب دلوقتي تحت الفيديو زي ما انتم شايفين دلوقتي وتحت الفيديو في الوصف بتاعه هسيب لكم الاماكن اللي ممكن ان انتم او وسائل التواصل معاهم، بحيث ان لو حد عايز يعمل معاهم اي ديل او يبقى وكيل ليهم حصري في اي دوله عربيه او غير عربيه ممكن ان هو يتواصل معاهم باذن الله ويبقى وكيل ليهم والمنتجات بتاعتهم المختلفه. هنجرب بقى دلوقتي مشويش اهو، مش عارف قاعد يتقطع ليه.
طيب دي كده اول مرحله، هنقسم كبوت نصين ونبدا نفتح المنتج بتاعنا ونشوف اصلا هو مكوناته عباره عن ايه. بصوا يا جماعه، ده المنتج نفسه السائل اللي احنا هنشتغل بيه، تمام؟ ودي الاسفنجه اللي احنا هنفرد بيها، وده الجوانتي اللي المفروض هنلبسه واحنا بنستخدم، ودي الفوطه المايكرو فايبر. يبقى ده كده المنتج بتاعنا بكل الحاجات اللي فيه. خلونا بقى نفتح هنا. ده السائل اهو من جوه، تمام. وهنلاحظ بقى ان هو في جوه هنا منديل، بس خلونا اول بقى نلبس الجوانتي. بص يا جميل، اول خطوه هنعملها ان هنطلع المنديل اللي في الداخل ده، تمام اهو. طبعا اكيد يا جماعه المفروض قبل ما ننفذه بنكون احنا العربيه مغسوله، تمام، عشان الاتربه. طبعا بنكون غسلينها كويس قوي اهو ومنشفينها، تمام. ونبدا نجيب المنديل بتاعنا ده اللي هو فيه السائل بتاع النانو، ونبدا اننا نلفه هنا كده على الاسفنجه. هو المفروض طبعا ان احنا ندخله هنا كده جوه الجراب بتاع الاسفنجه، ونبدا ان احنا لاحظوا ان هو بيغير في لون العربيه سنه كده، يعني في حاجه بتحصل اصلا. طيب احنا كده خلصنا الطلاء بتاع طبقه النانو، تمام. الخطوه اللي بعد كده اننا هنجيب بقى الفوطه المايكرو فايبر دي، ونبدا ان احنا نمشيها عليه كده بحيث ان احنا نشيل الزيادات. كده احنا خلصنا نص ونص. لا لاحظ كده معايا، هل في فرق؟ هل انتوا شايفين في فرق دلوقتي ولا لا؟ طيب الحاجة التانية الملمس، نعومة الملمس. حاول اسمع كده صوت ايدي. طيب صوف هنا. طيب بكده احنا خلصنا النص الاولاني بتاع حلقتنا. عشان بقى المصداقيه وعلشان نشوف هل فعلا في فرق ولا لا ليه انا قبلكم كمان، زي ما قلت لكم هنسيب العربيه على كده ونمشي بيها يومين ثلاثه ونرجع تاني نكمل الفيديو بتاعنا ونشوف هل هو بيعمل حاجه ولا هو مجرد دعايه وخلاص. خلونا نشوف ده وقابلكم تاني بعد ثلاثة ايام. السلام عليكم. ورجعت لكم تاني بعد اربع ايام تجربه. زي ما انتم شايفين طبعا النص لسه بتاعنا، الورقه لسه موجوده، والعربيه طبعا ما شاء الله اتبهدلت فوق ما تتخيلوا، رماها في الشارع متعمد يعني علشان نوصل للمرحله دي. طبعا بقت كسره بالكامل زي ما انتم شايفين. هل انتم شايفين فرق ما بين النص ده والنص ده ولا ما فيش فرق؟ طيب خلونا بقى نشوف العربيه اجمالا. ركز معايا اهو، ده التراب اهو عليها اهو، شايفين كده؟ شايفين التراب عليها عامله ازاي؟ اللي انا بعمله ده يا جماعه هو ده المصداقيه في التعامل، ان انا مش بفبرك حاجه، لا انا سبت فعلا العربيه تتبهدل في الشارع خالص. وطبعا زي ما انتم شايفين بقى قمه في القذاره، بس احنا استحملنا علشان بس نبين التجربه بتاعتنا حقيقيه ولا لا، وهنشوف مع بعض. يعني انا هشوف معاكم دلوقتي هل المنتج فعلا جيد ولا لا. مبدئيا انتم شايفين فرق ما بين هنا ولا وهنا ولا لا؟ يعني انا شايف ان اكيد في فرق، يعني واضح قوي ان هنا الدنيا هنا فيها وسخ اكتر. الحاجه بقى المهمه، هل هنا هيطلع اسرع من هنا ولا لا؟ بس ده اللي احنا هنشوفه. هات المايه كده.
لاحظوا هنا حاجه يا جماعه، الميه هنا بتجري ازاي، كرات الميه هنا، لاحظ هنا، شايف هنا الميه بتعمل ازاي، الميه هنا بتعمل كرات اهي، شايفينها. في حاجه اسمها التوتر السطحي، ان هي هنا ما بتلزقش، يعني الكور اللي هي بتعملها دي معنى كده ان هي ما بتلزقش، بخلاف هنا. لاحظوا الجزء اللي ما اتعملش الميه بتجري عليه عادي سلس خالص، شايفين. انما هنا اهو بص كده، اه انا هعمل هنا وهنا اهو، شايفين هنا نازله حلقه كرات ازاي هنا، تمام اهو. لاحظوا حتى الحاجات اللي بتعملها العصافير هنا طلعت على طول بخلاف هنا اهو. ميه ركز بقى معايا وقرب قوي لان دي نتيجه مهمه. بص هنا كده معايا، لاحظ هنا الميه هنا عملت كور 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 كور، معنى كده ايه؟ ان هي التوتر السطحي بتاعها ما بقاش ماسك في الجزء اللي مدهون، انما هنا عادي خالص، هو دلوقتي بقت الميه كلها نازله هي عادي اهو، شايفين اهو. لاحظ هنا ان الحاجات بتاعت الطيور تمام لازقه ما طلعتش، لاحظين؟ بخلاف هنا تقريبا ما عادش فيه، يعني مثلا هنا اهو كده اهو راحت، بص كده راحت اهي. فكره بس حتى كمان التوتر السطحي بتاع الميه عليها ان هو فعلا ما بيمسكش اهو، دي الوحيده هتبين لك ان فعلا في فرق، ان هو عمل حاجه بخلاف هنا. يعني شوف هنا كده، مش عارف الكاميرا باين ولا لا، تمام. خلونا بقى نجرب لو احنا نضفنا بسفنجه، هل في فرق ولا مفيش فرق؟ لاحظوا ان هنا الحاجات دي محتاجه دعك جامد قوي عشان تطلع، شايفين؟ بخلاف الجزء اللي معمول. خلينا نشيل كمان اللزق خالص، اللزق طبعا مع الشمس اللي هي كانت واقفه فيها باظ خالص. ميه اقفل. طيب يبقى اذا يا جماعه المنتج فعلا بتاع ايد الاتوم فعلا فارق زي ما انتم شايفين هنا كده. هنا طبعا لو احنا جينا دلوقتي نشفنا كل ده هيروح، تمام، ويفضل معانا السطح نضيف. فاذا هو فعلا عملي، يعني فعلا في حاجه بتتعمل فعلا حقيقي بجد، احنا شايفين من نتيجه التجربه مع بعض. الميزه هنا بقى سعره، ان هو سعره اقل بكتير جدا من النانو. طبعا النتيجه اللي احنا شايفينها دي نفس النتيجه اللي بتحققها تطبيقات النانو، طبعا مع فرق الصلابه طبعا، ولكن في النهايه عملت طبقه حمايه للعربيه، خليت الجوده بتاعتها افضل، وفي نفس الوقت ما كلفتش كتير. اللي حابب بقى ان هو يتواصل مع الشركه، الارقام بتاعت التواصل كلها موجوده تحت. الناس اللي حابه ان هي تبقى وكلاء ليهم حصريين في دولنا العربيه، ممكن ان هم يتواصلوا معاهم من خلال الروابط اللي موجوده تحت، لهم مكاتب اقليميه ممكن انت تتواصل معاهم وتبقى وكيل حصري. وانا باذن الله هحاول ان انا برضو المركز بتاعنا هنا عشاق الصالات مع صام غنايم باذن الله هيكون في المنتج ده، بما انه هو فعلا منتج عملي وجيد وبيفيد، فهحاول ان شاء الله الفتره الجايه يكون متواجد عندنا برضو كموزعين ليهم. حبيت ان انا افرجكم على نتيجه التجربه عمليا واشوفها معاكم، مش انا مش فكره ان انا بفرجها لكم لوحدكم، انا كنت عايز ان انا كمان اطمن على التجربه. اشوفكم باذن الله على خير في منتجات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وايه، سلام عليكم.